مطار القاهرة يبدأ في تنفيذ حظر دخول الأجانب بدون تحليل PCR. بدأت سلطات مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون حصولهم على تحليل PCR قبل وصولهم إلى مصر ب 72 ساعة، يفيد خلوهم من فيروس كورونا. وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة كانت رحلة الخطوط الجوية اليونانية إيجن إير رقم 930 والقادمة من أثينا أول الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها، وهي من طراز إيرباص 321 وعليها 160 راكبا معظمهم من المصريين، حيث تم تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب. وجاء التنفيذ بعد مهلة أكثر من أسبوع طلبها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني من رئيس الوزراء، حيث تم تأجيل تنفيذ القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع، وذلك لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة للتنبيه على ركابها بالحصول على تحليل PCR قبل 72 ساعة من وصولهم، يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.